مشاهدينا الأعزاء، رجعنا لحضراتكم مرة تانية. أنا فعلا متلخبط من الجمال والانبهار اللي قدامي حقيقة. خلينا نرحب بضيفنا وضيف حضراتكم الأستاذ حسن سلطان، رئيس مجلس إدارة مصنع السلطان لدباغة الجلود سواء كانت يدوية أو كلاسيك. أستاذ حسن أهلا بيك في نص كلمة. أهلا وسهلا بيكم. أهلا بيك أستاذ حسن. أهلا بيك يا أستاذ، نورنا النهاردة. منورة بيكم. عايزين حضرتك في البداية تقول لنا بدأت إزاي في صناعة الجلود؟ انا رضعت حضرتك، والدي كان بيشتغل فيها، فانا طلعت لقيت والدي بيشتغل فيها من صغري، فبدات ان انا اشتغل فيها. يعني انت واخدها وراثه؟ واخدها وراثه عن والدي. تمام. اتعلمت شويه شويه كل حاجه، بنعمل شغل يدوي وشغل كلاسيك. ممتاز. تمام. ايه الفرق بقى بين اليدوي والكلاسيك؟ بالزبط. اليدوي اللي هو حاجه كلها معموله بالايد، مش داخل فيها شغل مكن خالص، كله شغل يدوي. طب ازاي يعني؟ بخياطه مثلا؟ يعني لو قدامنا حاجه يدويه يا ريت تقول لنا. تمام. ده شغل يدوي، ده كله دي كله يدوي. كل دي خياطه بالايد. تمام. ده نحت بالايد. ده نحت بالايد. ده نحت بالايد. ودي خياطه بالايد. تمام. دي بنعملها اللي هم بتوع فنون جميله. اللي هو النحت ده يعني شغل صعب جدا. يعني احنا مثلا الشنطه اللي هي اليدوي تاخد وقت قد الثلاث شنط اللي هي الكلاسيك. تاخد وقت قد ايه؟ الشنطة اليدوي دي ممكن تاخد مع الواحد يوم كامل. ما شاء الله. الشنطة الواحدة. ويخلصها وينجزها بالشكل اللي قدامنا ده. بيخلصها وينجزها بالشكل ده. تمام. في لمدة يوم. ممتاز. إن هي بتاخد وقت. حلو. الشغل اليدوي غير الشغل اللي هو التقليدي اللي هو الكلاسيك. ممتاز. هي سارة طبعًا. اتفضل. وعليه الأول اللي بيعمله. تمام. هي طبعًا الأرقام إن شاء الله هتنزل قدام حضراتكم دلوقتي. يعني ده في يوم، في يوم شنطة. يعني بجد الماتيريال بتاعها او خامتها ممتازه جدا. وشكلها طبعا حضراتكم شايفينه يعني. طب هي دي جلد وخيط بس ولا في بقى حاجات تانية مثلا اضافه بنضيفها؟ احنا حضرتك بنشتغل في الجلد الطبيعي. جلد الطبيعي. جلد الطبيعي بس. بس. بعمل اي حاجه جلد طبيعي. ممتاز. محفظه، حزام، جواكت، شنط. هو في الجاكيت ده بصراحه تحفه برضه، ما شاء الله. واخد شغل جامد قوي. احنا بنعمل شغل عالي وبنبيعه بسعر الجمله وبنسوق. يعني كمان بتعملوه بتبيعوا للمحلات؟ ببيع للمحلات بسعر الجمله. طب ده حلو جدا. حضرتك بودي شغل الحسين، شغل شرم الشيخ. تمام. واحنا عندنا بازار ناحيه. طيب. كنيسه ماري جرجس. شايفه صناعه الجلود ازاي في مصر؟ يعني انت رايك ايه في صناعه الجلود، صناعه الجلود عامه يعني؟ تمام. يا صناعه الجلود من اهم الصناعات في مصر، وفي فئه كبيره قوي بتشتغل فيها، اللي بيشتغلوا في الجلد وكده. ويعني فيها مثلا فيها كذا حاجه، يعني فيها كذا فئه بتشتغل فيها، من اول دبغ الجلود لحد لما بيجي لنا ونصنعه. يعني الموضوع اصلا فتح فرص عمل كتير. فتح فرص عمل كتير كتير فعلا. جدا. طب بيمر بكم مرحله مثلا؟ ده بيمر ازيد من 15 مرحله. كتير قوي كده. تمام. حضرتك الجلد يعني بيبقى ممكن ناخد بس يعني اول 10 مراحل منهم سريعا كده. الجلد حضرتك بيبقى لسه جلد. تمام. تمام. بيبتدي ان هو يتملح. تمام. بعد ما بيتملح بيخش مكن الشعر. تمام. بيتشال منه عشان يبقى بالطريقه دي كده. ممتاز. بعد ما الشعر بيتشال منه حضرتك بيخش حاجه اسمها مرحله ثالثه اسمها كروم. كروم ده الجلد بيطلع منه. بعد كده بيخش حاجه اسمها النشاف، نشف كويس. بعد كده حضرتك بيبتدي ان هو يتشطب اللون اللي احنا عايزين نشطبه. تمام. في برضو معانا حاجات بشعر كده شويه. ما هو في جلد حضرتك بيتدبغ بشعر. وفي جلد من غير شعر، على حسب ما احنا عايزين نوجهه بنوجهه. طب احنا نقول مين فيهم اغلى؟ طيب الاغلى في الاسعار او الاغلى واللي يتعبك اكتر في الشغل؟ لا هو ده شغله زي ده. تمام. الوقت اليوم هو اليوم. هو اليوم. تمام. الجلد بشعره شغله زي الجلد العادي. تمام. طبعا انما اللي بيتكلف اكتر دباغ الجلد اللي هو ابو شعر، بيتكلف دباغ اكتر من الجلد العادي. والفرو برضو كل حاجه حضرتك. احنا الجلد بنعمله على حسب ما احنا عايزين. طيب المنافسه بقى بتكون عامله ازاي في السوق، في سوق صناعه الجلود عامه او دباغتها؟ حضرتك احنا كان عندنا مدابغ مصر القديمه واتنقلت راحت الرويكي. وعايزين برضو نسالك برضو على موضوع الرويكي برضو، يعني ايه رايك برضو؟ والناس شايفه ان هو ان شاء الله الموضوع هيكون طبعاً. موضوع مهم جدا، يعني موضوع هيفرق جدا في تاريخ صناعه الجلود في مصر. طبعا. وفي فئه كبيره قوي راحت الروبيكو وشغالين هناك. من حضرتك عندنا مدبغه. تمام. في يعني كذا واحد عندهم مدبغه. في حضرتك اللي بيصدر الجلد،
في اللي بيعمله مثلا عنده مصانع بيعمل الجلد لنفسه. تمام كده. الجلد ده بتعمل حضرتك كذا حاجه، في بيعملوا احذيه، في جواكت، في شنط، في محافظ، كل حاجه دلوقتي بتتعمل من الجلد. كل حاجه بتتعمل حضرتك من الجلد الطبيعي. وحاجه معمره، يعني حضرتك الجلد الطبيعي ممكن يقعد مع البني ادم اكتر من 10 سنين. فعلا فعلا. واحنا نفسنا انك يعني تقعد معانا وقت اكتر من كده يعني. فعلا وقت فقرتنا كان سريع جدا، وان شاء الله يكون في حلقات جايه كتير هنتكلم بقى بشكل اكبر وبشكل كبير جدا على صناعه الجلود ودباغتها في مصر. تمام يعني. وان شاء الله يكون ربنا يكرمنا خير باذن الله تعالى، ويكرمكم خير في المصنع، وان شاء الله يكون لكم تواجد كبير جدا ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك استاذ حسن سلطان، رئيس مجلس اداره مصنع السلطان لدباغه وصناعه الجلود. بنشكرك وبشكرك يا ساره. بشكرك يا محمد وبشكر الاستاذ حسن، وبجد الحاجه تحفه جدا، وان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله. مشاهدينا بكده تكون انتهت حلقتنا، انتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده من حلقات برنامجنا نص كلمه.